نبغى الآن وإياكم مع كلمة الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فليتفضل مشكورا. معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، معالي الوزراء، سعادة الأستاذ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، سعادة أعضاء المجلس التنفيذي وأمناء اللجان الوطنية في منظمة الإيسيسكو، الحضور الكريم. نيابة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أتقدم بجزيل الشكر لكم على وجودكم معنا اليوم في هذا المؤتمر الذي يمثل خطواتنا الأولى في مسير التعاون نتطلع إليها مع دولكم ومنظماتكم الكريمة لتكريس المعرفة حاضنة لمسيرتنا التنموية ولدعم جهود التنمية المستدامة القائمة على المعرفة. لطالما كانت الإيسيسكو منبراً لدعم جهود التنمية الثقافية والمعرفية، ولطالما حرصت مع الدول الأعضاء على مبادرات للنهوض بهذه المجالات إدراكاً لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، ونحن اليوم إزاء فعالية نوعية في هذا المجال، إذ أن الرصد والقياس والمتابعة مدخلات حيوية لتنمية القطاعات المعرفية والبناء على مكامن القوة ومعالجة أي مكامن ضعف أو ثغرات. وإنه من دواعي فخرنا أن نقدم لكم اليوم مؤشر المعرفة العالمي أداة لرصد مختلف القطاعات المعرفية في الدول، والمؤشر الذي نصدره في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة هو الأداة الوحيدة من نوعها في العالم في المجال المعرفي التنموي، وهو يصدر سنوياً بالاستناد إلى أحدث البيانات والمتغيرات من مختلف المصادر الدولية الموثوقة، كما أنه يخضع باستمرار لمراجعات منهجية تضمن استمرارية مواكبته وملائمته للمتغيرات المعرفية والواقع التنموي حول العالم. وحيث أن فعاليات اليومين القادمين ستكون حافلة بالحديث عن المؤشر وتفاصيله، ارتأيت أن أخصص مداخلتي للتعريف بشكل موجز بالمؤشر والتأكيد على الهدف الأسمى لهذا الاجتماع وهو التعاون. ولابد هنا من القول أن المؤشر الذي نضع بين أيديكم اليوم ليس نتيجة جهد فردي أو حصري، بل هو ثمرة سنوات من التعاون من خلال البحث والتطوير والفعاليات وورش العمل في العديد من الدول حول العالم، بما فيها العديد من الدول الموجودة معنا اليوم، وخلاصة جهد فريق من الخبراء والمتخصصين والمتخصصات من مختلف الدول ممن شاركوا سواء في تطوير المؤشر أو في المراجعات الدورية. لقد صمم مؤشر المعرفة العالمي في أحدث إصداراته مؤشر 2022 132 دولة، منها 37 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وبلغ معدل أداء الدول الأعضاء في الإيسيسكو 38.9 مقابل معدل عالمي 46.5، أي أقل من المعدل العالمي بنحو 6 نقاط، وهو أداء يستدعي منا اهتماماً وتعاوناً جداً. لكن في المقابل كان أداء الدول أفضل بشكل ملحوظ في جوانب معينة، منها بالأخص المؤشر الفرعي للتعليم التقني والتدريب المهني والمؤشر الفرعي للاقتصاد. والهدف من هذا العرض ليس الترتيب، فالأهمية ليست في الترتيب، بل في معاينة الواقع وإدراك كل هذه المجالات المفتوحة للتعاون ما بين الدول للبناء على ما تتميز به كل دولة من جوانب نجاح وتميز. وهذه الخاصية هي ما يميز بنية مؤشر المعرفة العالمي ومنهجيته، فهو لا يكتفي بعرض أداء الدول في المؤشر والمؤشرات الفرعية، بل يقدم معاينة متكاملة للواقع المعرفي في كل دولة عبر مختلف المتغيرات والمكونات القطاعية، ما يمنح صناع القرار والمعنيين إمكانية الاطلاع على المشهد التفصيلي، ويسلط الضوء أيضاً على تجارب مختلف الدول عبر المكونات القطاعية والفرعية المختلفة لفتح آفاق التعاون والتكامل ما بين الدول. ولعل أكثر ما نطمح إليه من هذا اللقاء ومن اجتماعنا اليوم هو تعزيز القدرة على التعاون فيما بيننا في هذا المجال للاستفادة من تجارب بعضنا البعض والارتقاء معاً بالمشهد التنموي في بلداننا بالاستناد إلى المعرفة، فالمعرفة هي الرافعة الحقيقية للأمم والحضارات
وهي عماد كل نهضة ورفاه. وإننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاهزون دائماً من خلال مكاتبنا الوطنية والإقليمية، بل سنكون سعداء جداً بالتعاون في هذا المجال ودعم ما تقومون به على المستويات الوطنية والإقليمية في مسيرة التنمية المستدامة. فهذا حقيقة جوهر رسالتنا وواجبنا، دعم تحقيق التنمية المستدامة وعدم استثناء أحد. شكراً لكم.